خوسي فيكتور دو سانتوس بيسيرو. رسميا هذا الاسم هذا غادي يبقاو يسمعوا بزاف ديال الجماهير الوداديه، لان هذا المدرب هذا بشكل رسمي غادي يرجع هو المدرب ديال فريق وداد الامة ابتداء من الموسم المقبل. وهذا المدرب هذا بزاف ديال الجماهير الوداديه ما كيعرفوش شكون هو وما كيعرفوش واش كيصلح الفريق وداد الامة ولا لا. وزاد عاوتاني بزاف ديال الوداديين ما كيعرفوش بلي هذا المدرب هذا كان مدربا فريق ريال مدريد. المهم باش ما نحرقوش المراحل، بعدا نبداو الفيديو التقديمي ديالنا بخوسي فيكتور دو سانتوس بيسيرو بالتعريف ديالو. خوسي بيسيرو هذا المدرب هذا برتغالي الجنسيه، وهذا المدرب هذا تزاد بالتحديد في 4 ابريل في موسم 1960، يعني هذا المدرب هذا حاليا في العمر ديالو 64 سنه. اما من ناحيه المسيره التدريبيه ديال هذا المدرب، فخوسي بيسيرو بدا المسيره المهنيه ديالو فقط كمدرب، وغير تصوروا معايا خوسي بيسيرو عمره ما كان لاعب كره القدم، بل نيشا في موسم 2003 دخل باش يدرب ريال مدريد، وكان ديك الساعات كان هو المساعد ديال المدرب. موراه في موسم 2004 غادي يدرب فريق سبورتينغ لشبونه، وموراه في موسم 2006 غادي يدرب فريق الهلال السعودي، وزاد عاوتاني في موسم 2009 غادي ينتقل من تدريب الفرق لتدريب المنتخبات، وغادي يدرب في ديك الموسم هذاك المنتخب السعودي، وبعد ما غادي يدوز جوج ديال المواسم عند المنتخب، موراه غادي يرجع باش يدرب فريق براغا، وموراه عاوتاني غادي يمشي للامارات وغادي يدرب فريق الوحده، وموراه غادي يرجع لمصر وغادي يدرب فريق الاهلي المصري، وزاد عاوتاني موراه في 2016 غادي يرجع للدوري البرتغالي وغادي يدرب فريق بورتو، وموراه عاوتاني غادي يرجع باش يدرب فريق براغا، وموراه عاوتاني غادي يرجع للدوري الاماراتي وغادي يدرب فريق الشارقه، وموراه عاوتاني غادي يرجع للدوري البرتغالي وغادي يدرب فريق سبورتينغ لشبونه، وموراه عاوتاني في 2020 غادي يمشي باش يرجع يدرب المنتخبات وبالتحديد منتخب فنزويلا، وغادي يدوز مع هذا المنتخب هذا موسم واحد، وموراه غادي يمشي يدرب منتخب نيجيريا. وحاليا وبعد ما تمت الاقاله ديالهم اجا في المنتخب النيجيري، حاليا خوسي بيسيرو جا مدربا فريق وداد الامه. وانا غادي نمشيو نهضروا على ثلاث نقطه واللي هي التشكيله اللي كيعتمد عليها خوسي بيسيرو. خوسي بيسيرو دائما كيعتمد على التشكيله ديال 3-4-3، والتشكيله هذه في المسيره ديالو كلها ما غيرهاش نهائيا. ومن ناحيه الملاحظه الشخصيه ديالي لهذه التشكيله، فهو دائما كيعتمد على ثلاثه ديال قلوب ديال الدفاع، وموراها كيركز اللاعبين ديال خط الوسط، وموراها كيلعب واحد ثلاثي هجومي اللي مرعب. والتشكيله اللي كيعتمد عليها خوسي بيسيرو فهي كتعتبر واحد التشكيله لايطاليا كلاسيكيه. وزاد عاوتاني حتى من ناحيه الملاحظه الشخصيه ديالي لهذا المدرب، فهو في التكتيك ديال اللعب ديالو فهو دائما كيعتمد على الرجوع الدفاعي السريع، وموراها عاوتاني كيبقى يعتمد على لو كونتراتاك اللي سريعين. وزاد عاوتاني واحد الحاجه اللي عجبتني في هذا المدرب، فهو كيشكل واحد الضغط اللي قوي في خط وسط الميدان، خصوصا بتكتيل جميع اللاعبين ديال الفريق. والتشكيله هذه بصراحه كنشوفها مناسبه لفريق وداد الامه، لان فريق وداد الامه نهار اللي توج بالبطوله الوطنيه ودوري ابطال افريقيا كان كيعتمد بشكل كبير على الدفاع. وزاد عاوتاني حتى النظام الكره الافريقيه، خاصك ضروري تكون عندك واحد المدرب بعقليه دفاعيه. نمشيو دابا نهضروا على اخر نقطه واللي هي الالقاب اللي توج بها خوسي بيسيرو. خوسي بيسيرو في المسيره ديالو كلها توج بثلاثه ديال الالقاب. اول لقب اللي توج به هو اللقب كاس السوبر الاسباني، وهذا اللقب هذا توج به رفقه فريق ريال مدريد في موسم 2003. اما من ناحيه ثاني لقب كان مع فريق براغا البرتغالي، وكان توج رفقه هذا الفريق بالدوري البرتغالي. اما من ناحيه اخر لقب كان توج به مع فريق الاهلي المصري، وكان في 2015 وتوج به باللقب المصري. وهذو هما ابرز الالقاب اللي توج بهم خوسي بيسيرو. واش كتشوفوا كيصلح الفريق وداد الامه ولا لا؟ ويلا في تيكال معكم حفيظ اتهلا.